النهارده نعمل عرض مختلف عن المرات اللي فاتت. هنتكلم على ادوات التمكين بتاعتنا في موضوع التحول وفي الاسراع بانجاز المشروعات بتاعتنا، وده اولا هيكون عن طريق التحول الرقمي، ثانيا الانتقال الطاقي، ثالثا احنا هنتكلم على المشاركات المجتمعيه، وده طبعا جزء من الالتزامات بتاعتنا الدوليه. ومن هنا انا هخلي بس الشباب اللي احنا قلنا ان احنا مكناهم، كريم وفاطمه ومجدي، كل واحد في دقيقه الا ربع هيقول الجزء بتاعه. اتفضل يا شباب. صباح الخير سيادة الرئيس، بنرحب بحضرتك في جناح وزارة البترول والثروة المعدنية. أنا مهندس كريم سليمان من إدارة التحول الرقمي، وأستعرض مع حضرتك جهود الوزارة في هذا المجال. التحول الرقمي يعتبر من أبرز التحديات اللي بتواجه المجتمعات والمؤسسات في عصر التكنولوجيا الحديثة، وفي نفس الوقت بيقدم فرصة كبيرة للتطوير والتحسين. مجال الطاقة عندنا غني بالبيانات، وفي هذا الإطار تم إنشاء مركز القيادة الاستراتيجي لما كان تدفق البيانات والمعلومات من قطاع الإنتاج ومن مختلف المشاريع، زي مشروع التحكم والرقابة على خطوط نقل الزيت الخام ومنتجات البترولية، ومشروع تخطيط وإدارة الموارد. وبتيجي بعد كده خطوة تحليل البيانات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة. وزميلي محمد هيستعرض مع حضرتك جهود الوزارة في مجال التحول الطاقي. سيادة الرئيس، أنا المهندس محمد مجدي، إدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول. هستعرض لسيادتك إنجازات قطاع البترول في مجال التحول الطاقي لتوفير الطاقة بصورة آمنة ومستدامة ولخفض الانبعاثات الكربونية. قامت وزارة البترول بتنفيذ برنامج عمل متكامل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول، وتم تحديث هذا البرنامج ليشمل جميع أنشطة التحول الطاقي متمثلة في 6 محاور رئيسية. بالنسبة لمحور كفاءة الطاقة، فقد تم تنفيذ عدد 340 إجراء ومشروع لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول، كما تم تنفيذ استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، كما تم إنشاء إدارات متخصصة بكفاءة الطاقة لقطاع البترول. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إنشاء برنامج إصلاح الدعم الاقتصادي للمواد البترولية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط. كما تم تنفيذ عدد 30 مشروع لاستغلال الغازات الطبيعية التي تتم حرقها بالمواقع المختلفة، مما أدى إلى توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وفي مجال الطاقة المتجددة، فقد تم تنفيذ عدد 24 مشروع قام بتوفير الطاقة والسولار والغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء في هذه المواقع. وبالنسبة للبتروكيماويات الخضراء، فقد تم استغلال قش الرز لإنتاج الألواح الخشبية المضغوطة. سيادة الرئيس، لضمان استدامة أنشطة قطاع البترول، فقد تم إنشاء مركز التميز للتحول الطاقي. وزميلتي فاطمة تستعرض مع سيادتك أنشطة قطاع البترول في مجال المسؤولية المجتمعية. سيادة الرئيس، أنا فاطمة إبراهيم. قطاع البترول بيعطي أهمية كبيرة جداً للمشاركة في مشروعات المسؤولية المجتمعية، وعلشان كده قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بوضع استراتيجية موحدة قائمة على 10 أهداف من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وعلى رؤية مصر 2030. وبالفعل قامت الشركات الوطنية والشركات الأجنبية بتطبيق الاستراتيجية دي القائمة على 4 محاور أساسية. المحور الأول وهو التعليم والتدريب، وده من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتدريب الشباب وذوي الهمم على إقامة المشروعات الصغيرة. المحور الثاني وهو الصحة والمساواة بين الجنسين، وده من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وبالأخص المرأة المعيلة. المحور الثالث وهو محور حماية البيئة، وده من خلال تبني المشروعات اللي بتهدف للحد من الانبعاثات وحماية البيئة البحرية. وأخيرا المشاركة في المبادرات الرئاسية، وده من خلال دعم وتطوير القرى الأكثر احتياجا في شتى محافظات مصر. وفي الختام بحب أشكر حضرتك جدا لتشريفك لنا النهاردة وعلى دعم حضرتك المستمر للشباب. شكرا. Welcome, Your Excellency. It's our honor to welcome to the United Energy Egypt booth. Since 5 years ago, we showed a presence in Egypt. Since then, we continue support the energy supply in the country, and also in recall to great vision and support and guidance into the energy transition. Now we're in the process
trying to move our oil and gas business into the energy business, including the green hydrogen, green ammonia, and also we recently present a project of seawater potential extraction, which you know bring more, that's $8 billion of investment into the country. We are very happy that to see the support the energy and also with your great guidance and support, the industry of energy in Egypt and also economy will be more prosperous in this year. Thank you very much. We are very pleased with our cooperation and investment in Egypt. In the last 3 years, we've invested more than $350 million with the support of His Excellency Mr. El Mola to double the production from Aboukir. We are now drilling a new well, Orion, which inshallah will bring more gas, natural gas, to the country. And we represent a company that is expanded in all the countries in the East Mediterranean and brings together where we have a big gas production, and we hope to bring more gas to Egypt as well. Very excellent, Tariq Mola. It's a pleasure to welcome you to the Baker Hughes stand. We have been in the country for over 110 years. We have over 500 employees, over 5 to 7, and we've been involved in projects like Zohr, but also in the LNG that is produced for Europe. And we look forward to continuing to support also the development of new energy within Egypt. We're also participating in the training as well. We've had many of your colleagues come to Florence and also been having studies here in Egypt. And it's a pleasure to be part of the energy ecosystem here in Egypt and also value the support that you keep on providing us. My colleague here, Ayman, is leading, and he is committed, as I am, to the continued development within Egypt. Thank you. Thank you. بقنا 122 سنة في مصر، عندنا محطة تموين ومصانع زيوت، بنقدم المنتجات، بنستكشف عند الغاز في البحر الابيض المتوسط. عندنا 3 اتفاقيات هنحفر ان شاء الله اخر السنه دي في واحد، وفي الاثنين التانيين بنعمل مسح ثلاثي الابعاد على 11,000 كيلومتر مربع، وده الاكبر في تاريخ مصر كمسح سيزمي، وان شاء الله متفائلين. بشكر حضرتك جدا وفخامتك، وان شاء الله خير، ربنا يخليك. اشكر حضرتك جدا. My name is Clay Neff. I'm president for Chevron's International Exploration and Production Company. We're proud to sponsor Egypt and proud to be in Egypt since 1937. We're in all phases of the oil and gas business, from our upstream exploration, 6 blocks importing gas, as well as in our lubricants plant in the 6th of October city. And we're providing lubricants to the local market as well as to Central and East Africa and the Middle East. We just finished, we're getting ready to drill our second well, appraisal well in Nargis, and we'll do that, followed by another exploration well. Waiting for that. That's right, that's right. President was just asking about Nargis. Yes. And we are working that to work the development, and we're also drilling another exploration well off of the Western Desert this year. So we're excited about what's ahead, and we look forward to continuing to partner with the ministry, and we appreciate the enabling environment that you're providing for us to continue to partner for, you know, 87 years today, but many more years in the future. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. President, welcome to our booth. This year will be the 70th year that ENI is present in the country, and we are still committed to invest, share technology, and support Egypt in the energy transition journey. We are continuing exploration. In the next 4 years, we'll drill more than 20 wells, and this will allow Egypt to satisfy the domestic
demand and also allow for export. We're continuing and still committed to implement renewable projects, energy efficiency, and reduction of methane emissions. And we believe that Egypt has the resources and the infrastructure to become a regional hub. We have a very optimistic view on the country, and we believe that with the support of the Minister of Petroleum, we will overcome this difficult juncture. Thank you so much. Thank you very much. Arigato to the Absolutely, I'll convey the message. We need 2-3 zone, please. النهارده احنا بنشتغل في 19 اتفاقية، 9 منهم منتجين و9 منهم بنشتغل في الاستكشاف. وزي ما وعدنا حضرتك احنا اشتغلنا على سايزميك في الفترة اللي فاتت، عملنا 2000 كيلومتر في الغرب و 850 وزميلي وائل المسؤول عن اشغالنا في مصر هيشتغل حضرتك تتفضلوا في السايزميك بتاعنا. سيادتك يا فندم، لما شرفتنا في ايجيبت 2022 والشركة بي بي وعدت ان احنا هنطبق المسح السايزمي لاول مره في قاع البحر، مش في مصر بس في البحر المتوسط. وطبعا بدات عندنا تبان النتائج في الصوره اللي على اليمين جنب الصوره اللي على الشمال. طبعا المكامن البتروليه بتبتدي تبان اكتر لينا، وده هيساعدنا ان شاء الله لان احنا نحسن نتائج الحفر.